الحرب والمروحي، وقام بقصف مدينة معركة النعمان من حي الجنوبي وعند قلعة المعرة الأثرية. أيضا تعرضت العدد من المناطق في جبل الزاوية للقصف في كان صفرة والبارة براجمات الصواريخ. أيضا تعرض الكفرومة وكفرنبل للقصف في المدفعية. أيضا اليوم وقد وردنا مؤخرا أن قوات الجيش الحر أنشأت كمينا في عند حاجز الحامدية جنوبي المعرة، وتم قتل بعض العساكر وأسر ما تبقى منهم. أخبرنا الجيش الحر أن 40 عسكريا تم أسرهم ومن خلال شاحنة كانت متوجهة في سبيل تعزيزات لحاجز الحامدية، والحمد لله نجح هذا الكمين وقتل بعض العناصر وأسر البقية. وستأتي الفيديوهات قريبا إن شاء الله نعم، لتأكيد نكتفي ذلك. بهذا القدر من المعلومات. زكوان حديد مراسل شبكة شام الإخبارية كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك.